بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل بيتزا في الطاسة بدون فرن وبدون عجن وبدون تخمير، في دقيقة هتقدري تحضريها وهتكون نتيجتها حلوة جدا. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. اول حاجه انا قطعت البصل والفلفل كده لشرايح رفيعه، وهبتدي بقى دلوقتي ادبله على النار. دلوقتي الطاسه على النار وفيها معلقتين من الزيت، اول ما تسخن هبتدي بقى اضيف البصل والفلفل. اضيف بقى البصل والفلفل، اقلبهم بقى دلوقتي على النار لغايه ما يدبلوا، بس مش هسيبهم يحمروا، انا هدبلهم بس. البصل كمان رشة كده من الملح، ولو حابة انك تضيفي فلفل اسود برضو. وهقلبها، بعد ما دبلت بقى البصل والفلفل كده هرفعهم دلوقتي من على النار. انا حطيتهم كده في طبق. الطاسة اللي انا شلت منها البصل والفلفل هبتدي اضيف اللحمة المفرومة، هقلبها بقى كويس على النار لغاية ما تستوي. استوت خلاص، هرفعها برضو دلوقتي من على النار. حطيت اللحمة المفرومة كمان كده في طبق، وهسيبهم بقى لغاية ما اجهز الصلصة والعجين. هبتدي بقى دلوقتي في عمل الصلصة. انا جبت حوالي 4 أو 5 وحدات من الطماطم وقطعتهم كده، هبتدي بقى دلوقتي احطهم في حاجة عشان اسلقهم. بعد ما ضفت كده الطماطم هرفعها بقى دلوقتي على النار من غير اضافة اي مية، لان هي هتنزل مية هتكون كافية جدا لتسويتها. هسلقها بقى دلوقتي على النار. بعد حوالي 10 دقايق ده بيكون شكل الطماطم استوت كده ونزلت مية من غير ما اضيف لها اي مية. هحطها بقى دلوقتي في الخلاط علشان اخلطها. ضفت الطماطم المسلوقة كده في الخلاط، وهضيف معاها كمان 3 أو 4 فصوص كده من الثوم ورشة من الزعتر. هبتدي بقى اضيفهم على الطماطم وهخلطها بقى دلوقتي. بعد ما خلطت الطماطم كده كويس في الخلاط ونعمت خالص، هبتدي دلوقتي بقى اصفيها. صفيت الطماطم كويس بالشكل ده، هتخلص بقى دلوقتي من القشور والبذور دي. بعد كده بقى هاخد الطماطم اللي انا صفيتها دي واحطها في طاسة علشان هسويها مرة كمان. انا جبت بقى الطاسة كده وهبتدي بقى اضيف الطماطم اللي انا صفيتها. بسم الله. اضافات بقى اللي انا هضيفها مع الطماطم: نص معلقة صغيرة من الملح والكمون والفلفل الاسود والبابريكا والكزبرة الناشفة والزعتر، كل حاجة من التوابل دي بتكون نص معلقة صغيرة. وهضيف كمان معلقة كبيرة من الكاتشب ومعلقتين كبار من الزيت. وممكن برضو لو حابة انك تستغني عن الصلصة دي وتستخدمي الكاتشب بس، هتكون نتيجته حلوة برضو. الكاتشب برضو انا عملته قبل كده في القناة، هسيب لكم لينك الوصفة بتاعته في صندوق الوصف للي يحب يشوف. بقى دلوقتي الطماطم وابتدي اضيف عليها كل التوابل، وهضيف معلقتين الزيت، وهضيف كمان معلقتين او معلقة كبيرة من الكاتشب، وهقلبها في الاول. هخلط بقى كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده هرفعها على النار لغاية ما تتسبك خالص وتستوي. هرفعها بقى دلوقتي على النار. بعد حوالي 5 دقايق بتكون الطماطم كده خلاص اتسبكت، مش بتاخد وقت طويل لان احنا مسوينها مره قبل كده لما سلقناها. هشيلها بقى دلوقتي من على النار. ده بيكون بقى شكل الصلصه بعد ما اتسبكت واستوت، ده بيكون شكلها بكده. خلاص الصلصه بتكون جاهزه. بعد بقى ما جهزت كده صلصه البيتزا، تقدري بقى تاخدي منها اللي انت محتاجاه والباقي تحتفظي بيه في التلاجة. هي بتكون صالحه للاستخدام في التلاجة لمده شهر، بتكون نتيجتها حلوه جدا. نبتدي بقى دلوقتي في عمل العجينه. مكونات العجينه: هحتاج لكوباية ونص من الدقيق، ومعاهم كوباية وربع من المية، ربع كوباية زيت، ومعلقتين كبار من الحليب البودرة، معلقة صغيرة من السكر ورشة ملح،
ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من الخميرة. نبتدي بقى بسم الله. نبتدي بقى في الأول بإضافة الدقيق، نص كوباية، وهبتدي أضيف الزيت. هضيف الحليب البودرة والخميرة والبيكنج باودر، السكر والملح، وآخر حاجة بقى باقي عندي المية. كده أكون ضفت كل المكونات مع بعض. هبتدي بقى أخلطهم، هبتدي بقى أخلط كل المكونات مع بعض لغاية ما تندمج خالص. كده المكونات مع بعض لغاية ما تجانست خالص، ده بيكون كده قوامها. لازم تتجانس كده كويس. مش هسيب العجينة دي تتخمر ولا حاجة، انا هبتدي على طول دلوقتي في تسويتها. بقى الطاسة اللي هسوي فيها البيتزا، وحطيت فيها معلقتين كده من الزيت وهدهنها كلها. تقدري تسويها في صينية برضو او طاسة زي ما تحبي، بس المهم انها تكون حاجة ما بتلزقش. دهنها كلها بالشكل ده، وهسخنها في الاول على النار. الطاسة بقى سخنت كده على النار، هبتدي بقى اضيف فيها العجينة. طبعا بتضيفي حسب حجم الطاسة. هوزعها بقى وافردها في الطاسة كويس. انا وزعت كده العجينة في الطاسة كويس بالشكل ده، بحركها كده. دلوقتي هرفعها بقى على النار لغاية ما تستوي ويختفي لون العجين ده خالص. كده على النار، ومش هضيف اي اضافات دلوقتي لغاية ما لون العجين ده يختفي. بعد ما لون العجين كده ابتدى يختفي، هبتدي بقى افرد عليها دلوقتي طبقة من الصلصة. بعد ما فردت عليها كده طبقة الصلصة، هبتدي افرد عليها طبقة خفيفة من الجبنة الموتزاريلا. ده بقى هوزع عليها الفلفل والبصل اللي انا دبلته في الاول. بعدين هوزع عليها بقى اللحمة المفرومة. بعد كده عليها اللحمة المفرومة، ممكن اضيف عليها كمان زيتون دلوقتي. انا ضفت عليها كده الزيتون وشرايح كمان من الفلفل الاحمر والاخضر. حاجة بقى هضيف طبقة كمان من الجبنة الموتزاريلا. ضفت بقى الجبنة الموتزاريلا كده، هرفعها بقى تاني على النار تكمل تسويتها. كده على النار بس هغطيها بغطا بقى علشان تستوي كويس. بعد حوالي 10 دقايق ده بيكون شكلها. طبعا انا بكون مغطيه عليها بالغطا، والنار بتكون هاديه مش عاليه خالص. بتختبر التسويه بتاعتها، ممكن ترفعيها كده وتشوفي التسويه من تحت، بتبقى سهله جدا. بيكون بقى شكل البيتزا بعد ما رفعتها من على النار واستوت. ما بتاخدش غير دقايق على النار. ممكن نقطعها كمان دلوقتي ونشوف شكلها. البيتزا بعد ما قطعتها، شايفين نتيجتها حلوة جدا وطرية ونتيجتها هايلة. احنا ممكن نشوف الجبنة في البيتزا قد ايه هي مطاطة وطرية، نتيجتها هايلة. البيتزا بتكون طرية جدا زي ما احنا شايفين، وكمان بتستوي كويس جدا طرية خالص. اتمنى طبعا ان تكون طريقة النهاردة في عمل بيتزا الطاسة تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قناة نور الشطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.